فتحي. صباح الخير يا سعادة الباشا، وحشتنا وحشت الدنيا كلها يا حبيبي. الحركات حبيبي حبيبي. اخبار الشغل يا فتحي؟ والله الشغل عندي عبايات خليجي. دي عبايات حلوه، عبايات خليجي عندي. دي برضه مستعمله؟ اه دي مستعمله، كله مستعمل. بكام الواحده دي بقى؟ دي يعني ب 100، ب 80، ب 90، يعني على حسب الزبونه، يعني حسب اليوم، على حسب ازاي. اه على حسب الحته، مثلا حته الشغل اللي فيها. والله كلهم حتت نضاف قوي، حاجات خليجي. اه البلوزات والحاجات اللي هي الاوروبي ديت، دي بتيجي من اوروبا، من بلجيكا. والسوق نايم، حاجات جميله بس السوق نايم. السوق نايم والله. بص البلوزه اخر حلاوه، حاجه شافون، حاجه محترمه، شافون طبيعي. انت بتجيبهم من الباله؟ اه بيجيبهم. المواسم عندك هنا يا فتحي بقى، الاعياد والحاجات دي برضو حاليا دلوقتي؟ من 3 سنين مفيش مواسم. ازاي؟ بكلمك بجد مفيش مواسم. الناس بتقضي باقل القليل، يعني حتى مثلا العيد ما يجوش. اه والله يعني ممكن ما يجوش في العشرين والخمسة. ممكن طقم كان الاول ياخد من طقم 2 و3، حاليا دلوقتي هو طقم واحد كفايه قوي. الدنيا نامت خالص، العمليه نامت. وبعدين الحاجات دي بيجيبها منين بقى فتحي؟ كل ده من اوروبا. بيجي هو بيجي من اوروبا يعني، بس بيوصل بورسعيد. بطرق شرعيه ولا طرق ملوخيه؟ والله الاغلبيه ملوخيه. ملوخيه بتقليه؟ اه بكليوباترا تفعل ما تريد بالسوبر يالين لك الحديد، واذا اردت ان تنجز فعليك بالانجليز. اه سيدي السوبر يالين لك الحديد. الشيخ كشك طبعا. واذا اردت الشيخ كشك هنا في الجامع، اذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز. الوينجز دي كانت سيجاره زمان كده ما لهاش فلتر. ايوه ايوه، كل ما تاخد نفس تقعد عشان تتفتت. عجيبه يا بلدي، الدنيا ماشيه كده. محيراني عجيبه يا بلدي، فيها حاجه محيراني. القمح بيطلع في سنين والقرع بيطلع في ثواني. مش هو كان بيقول كده برضه؟ اتعلمنا من الشيخ كشك. انت بينك مشكله فتحي. انت بتعلم؟ انا ملاح، ملاح بحري اساسا. ملاح بحري منين؟ مفيش دوله في العالم غير مصر. لا اصلك منين؟ اصلي من امبابه. منين؟ ملاح بحري زي من امبابه. تمام قوي. اشتغلت في بورسعيد كتير. اه بورسعيد. شغلك الاساسي الملاحه كانت في بورسعيد مش التجاره. لا لا، اتعرفت على الناس في مكاتب التوكيلات البحريه. اه هم اللي ايه؟ لا خلينا الاول منين. انت رحت بورسعيد تشتغل تلقط رزقك من امبابه. طلعت على بورسعيد. اشتغلت في المراكب في الصيد على طول. صيد بيطلع بره ولا صيد داخلي؟ لا الصيد داخلي. الصيد الداخلي يعني ايه؟ عرفونا على حد في التوكيلات الملاحيه. قال لي طب ما انت تسافر مراكب كبيره. اه مراكب كبيره بتاعت صيد برضه. اه وانتوا راجعين تجيبوا معاكم شويه بلات؟ لا لا، ما يعني ليها اجراءات ثانيه. امال ايه بقى؟ كان ليها اجراءات ثانيه. لا انا اشتغلت في الملاحه البحريه، اشتغلت على بواخر جنرال سنين. اه سنين على شركات يونانيه كتير. شغل حلو قوي. جنة عمرة صح؟ جنة. ايه اللي خلاك؟ 6000 دولار. أه طب ايه اللي خلاك رجعت في بلد البلح ليه؟ مع ان احنا بنحب وكالة بلح. اه جلطات بقى وحاجات زي كده، و11 سبتمبر بقى، وكنا في امريكا يعني اياميها وكده. انت عارف اللخبطه اللي كانت حصلت. في امريكا؟ اه شغال في امريكا؟ شغال ايه؟ لا بنفضي مش حلو كده. جنرال كارجو يعني ايه؟ مراكب تجاريه. وانت وقفت عن النشاط ده امتى بقى؟ يعني من يعني 2006 وبدات هنا بقى. كان ابوك عايش؟ لا اخواتي بقى. كان ابوك توفى؟ اه كان الكل توفى. جيت انت اخذت المحل؟ انت معاك اخواتك شركة؟ انت درست ايه يا فتحي؟ لا انا ما درستش خالص، بس يعني ربنا كرمني بأبطان بلوني. قدمني ربنا. ده كرم ربنا كرمني بايه؟ بأبطان بلوني. كان في نشرة اللي حصل من بولندا. قال لي يعني كان في نشرات بتنزل في البواخر يعني وكده. قالوا ايه في النشرات ديت؟ الأكاديمية البريطانية اللي عنده خبرة أزيد من 10 سنين في عالي بحار يجيب السفينة. هو قدم لي. قال ما غير ما اعرف. انت بتطلع في المحيطات ما غير ما اعرف. ما غير ما اعرف. بصيت لقيت بلوني احصل على شهادة. حصلت على الشهاده. شهاده بالملاحه. اه زميلي مين؟ مين؟ والله صدق مش هتصدق. زميلي ملك حاليا. ملك؟ محمد الخامس ايام الملك الحسن بتاع المغرب. ابنه كان زميلي. كان بيشتغل معاك؟ كارلوس كان زميلي. اه والله. كان لا كان مش بيشتغل معاك.
كان يعني في ايه خريجي في الوقت ده كليه اه في الكليه اللي انا الشهادة. خدت منها الشهاده اه انا خدتها في 3 شهور عشان اعمل بس هو باظ وهو اشتغل ملك هو باظ هو اللي اشتغل في البال هو اللي انحرف وباظ هو باظ وبقى ملك اه طب انت بتيجي الساعه كام يا فتحي؟ لا انا باجي يعني من ايه من 10 انت ما عندكش نصبه؟ لا عندك والله لا ما انا ده بتسيبه بقى ولا بتشيله؟ كان في نصبه بس من 5 دقايق الدنيا هاجت يعني بلدي وكده بلدي وكده معلش معلش طب كويس ال 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 ده 60 سيناريات وكده دي بتعلقها كل يوم اه تجيب الحديده وتعرض اه يوم بس الحمد لله يعني ماشي الحال بس يعني مفيش طبقه حاليا دلوقتي كان الاول 3 طبقات حاليا دلوقتي مفيش طبقه معينه بقى كله بيشتري الاول كانوا 3 طبقات طبعا هاتهم بقى 1 2 3 الطبقه العليا كان بيشتري بقى الحاجات النظيفه وحاجات زي كده واخد بالك الحاجات اللي بتجي زي اه والله كان فيه في بتاع الانتاج كانوا بيشتغلوا يقلب ياخد ديت ما حدش لبس حاجه وحلو جدا وماركه وكده حسب الذوق بقى كل واحد يختار ذوق بالظبط بالظبط كانوا بيشتروا يعني حاليا دلوقتي بقت دي طبقة الطبقة الثانية كام؟ الطبقة الثانية بقت مفيش ليه مين بقى؟ اللي وصفه الطبقة الوسطى اختفت اختفت بقت كل طبقة تحت كله بيجي ايه اللي بيتباع أكتر يا فتحي؟ والله حاليا الجو ميت الجو ميت ما أخبيش عليك الجو تعبان قوي الجو تعبان تعبان الناس ما عادش فلوس طب بس يعني عادة ايه اللي بتباع اكتر العبايه ولا البلوزه لا ال- ولا ال- ال- البلوزات حريمي بس لا حريمي ورجاله وكله فين مش شايف حاجه رجال الرجال بقى في المخزن دلوقتي عشان الدنيا بفرشه في الشارع يعني يعني التيشيرت بكام 35 ل 30 ب 25 سواء مستعمل او مش مستعمل الاول كان رجل كتير ما هو الحقيقه انا ما تصورتش ابدا ان انا اخش الشارع ده في كره البلح ولا ايه ما كنتش تعرف تمشي ما كنتش تعرف تمشي بجنب واحد حتى الزحمه وكده ومن الناس وده اثر عليك طبعا اثر لما بتقعد كده فتحي كده على المحل كده والدنيا زي ما انت شايف كده ما فيهاش حاجه مهويه الجلده بتتحرك الجلده بتتحرك وبتفكر في ايه تاني بقى؟ بفكر في كل في مثلا تفكر ازاي تجيب رزق يعني ازاي تعمل اضافه تعمل ايه؟ ازاي اجيب بضاعه تاني؟ ما البضاعه كل تفكيري كل تفكيري اسدد الاول انت بتاخد البضاعه ما تدفعش كل او تدفع اللي معاك يعني بضاعه ب 100 تدفع 10 دفعه وبعدين تبعت 20 بالظبط والدفتر في الكراسه طبعا طبعا كله في الكراسه هنا وهناك هنا وهناك دلوقتي ده احنا داخلين على تصفيات اللي هو التسجيل في ايوه تصفيات صيفي تصفيات صيفي اخش على الشتوي عشان اخش على الشتوي يبقى لازم اخلص منهم قبل يوم 15 عشان تفضي المحل ما عندكش مخزن ما عنديش مخزن عايز افضي البضاعه بسرعه احط الشتوي بقى احط ده مثلا ب 35 يلا ب 20 يلا ب 20 يلا ب 15 الناس تيجي بقى اكتر يعني اليومين دول ممكن يبقى اوكازيون في ناس بقى في ناس مترصبه بقى اليوم دوت اللي هو اليوم اللي هو بتاع الاوكازيون الناس ما بتشتريش غير في الاوكازيون بجد 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 والثلاث طبقات بقى يشتروا دلوقتي من الاوكازيون لو واحد شويه يعني مركزه يجي متداري كده شويه ولا يبعت حد مثلا في عندك زباين كده لا في بيبعت حد يعني واحد زي انا مثلا كده خايف يجي انا ابعت ابراهيم ابعت لك وحيد ينقى شويه قمصان والنقي بالظبط في كده قمصان مثلا ياخد 5 ويبعت لك 5 ياخد 2 ويبعت لي 8 وهكذا طب توقع ان انا هبعت لك وحيد قريب ان شاء الله عيني يا حبيبي عيني يا حبيبي عرفنا الماسك صباح الفل صباح الفل يا باشا شرفتني يا فندم شرفتني يا فندم